شفت اللي ترابط بالحدود اللي رمت برواحها لجل الوطن في التهلكة سموا قطاع العسكرية من رتم ولا جنود أكثر ما يعرض للخطر وأكثر ضحايا المعركة هلا من يسهر لمننا وأكثر عباد الله الرقود والجيش يكفلنا يدافع عن حدود المملكة أسود يحمون الحمى ولا من بإذن الله يسود هذه حقيقة واضحة ما هي علوم ببركة من واجبات العسكري يوفي ويصدق الوعود لكن من حقوقه علينا ندعمه ما نتركه يا سيدي فاتورة غلا الأسعار والجيد يجود ويجيك ساري يمص الدم ولا يسبك يا سيدي جودك يبل حلوك ويبرد قبول وطال لا تحتاج عطفك وانت عطفك ندرك هم يستحقون الوفاء وانتم لها يا للسعود أما ولا هم ضلع راسي والهوى ما حرك لاحتجتهم تبشر بعزك يا وطن ورقى سنود واللي طمع بك نجح عشوا حماة المملكة قهر